صباحكم بالخير، يوم سبعة 17 تموز يوليو، اليوم القمر مرافقنا برج ترابي، برج الثور والاجواء جيدة وحلوة كثير للابراج الترابية، موالي برج الثور، موالي برج العذراء وكذلك حتى مواليد برج الجدي. مش بس هيك مكمل هيدا الجو بكرة ايضا، كيف راح بتكون ابراجنا؟ بنبلش مع برج الحمل، بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، الضغط عليك راح بيكون نوع من مسؤولية تجاه دعم، تأييد وحتى يمكن مساعده الاحبه او صرف بعض الاموال على مساله عائليه ويمكن حتى منزليه وكانه في شيء بخصك مضطر انت تهتم فيه انت تصرف عليه او انت تكون المصدر الداعم لهالشيء هيدا انتبه على كل من كثره المصاريف يلي انت مش ضروري بتعرف انه مش ضروري تكون موجوده بالرغم من هالشيء الاكثر حظا اليوم 98 نيسان ابريل

بعتبر هيدا النهار من الايام الحلوه جدا من الايام الداعمه جدا لمولود برج الثور من الاشخاص يلي بيقدروا يكونوا مميزين بعملهم بشغلهم بحياتهم حتى اولادكم الصغار اليوم بتحسوهم انهم متحمسين متفائلين بيتفاعلوا مع محيطهم بشكل افضل اجواء ايجابيه بترافق مولود برج الثور اليوم وبكره وبتحمل له اجوبه وبتحمل له ضوء اخضر بتبقى المواليد الانشط بالتاكيد هي مواليد مواليد شهر نيسان ابريل 15 16 ايار مايو بكمل مع برج الجوزاء بالنسبة لبرج الجوزاء هيدا نهار ما بيعطيك حقك، هيدا نهار بياخد منك ما بيعطيك، هيدا نهار يمكن بيزعلك هيدا نهار بيأخرك هيدا نهار بتتخربط فيه الأمور وبيبطل عندك مشروع مضبوط ماشي فيه، يعني إذا أنت حاطط لإلك سكجول لهيدا النهار، عمل حساب أنه في احتمال أنه هيدا سكجول يتخربط وضروري يكون في عندك بلان بي اليوم. تبقى المواليد يلي عندها شويه ضغط اكثر من غيرها اليوم هي مواليد شهر ايار مايو هنالك بعض الحظ عند مواليد 4 5 6 حزيران يونيو بنت إلا لبرج السرطان بالنسبه لبرج السرطان بعتبر هيدا نهار دافئ هيدا نهار ايجابي هيدا نهار حلو هيدا نهار بفرحك هيدا نهار بتتسلى فيه هيدا نهار افكارك فيه ايجابيه نفسيتك شوي مرتاحه بعكس اليومين اللي مرقوا اللي كانوا شوي ضاغطين اليوم نوعاً ما أنت وكأنك عم تقلب أطوارك وأطباعك مع تقلب موقع الأمر اليوم الأمر يلي هو كوكبك موجود ببرج صديق لك ببرج الثور وبالتالي أنت اليوم تنسجم مع ذاتك وتنسجم بطريقة كتير سهلة مع محيطك تبقى المواليد الأكثر حظا 7 8 9 تموز لكن وبسبب تراصف كوكب المريخ مع بعض مواليد برج السرطان كونوا حذرين جدا مواليد 21 و 22 تموز يوليو بنتقل إلا لبرج الاسد مولود برج الاسد هيدا نهار ثقيل هيدا نهار صعب هيدا نهار مزعج هيدا نهار كل الشغل عليك وما في حدا عم بيساعدك ومش بس هيك الشغل مزعج وتقيل ويمكن يكون معقد ومش بس هيك كمان اضف الى ذلك انه كل الاضواء مسلط عليك وبالتالي سهل جدا اليوم الخطا حتى لو صغير يبين فكون حذر جدا بتبقى المواليد اللي عندها شويه حظ شويه حظ اكثر من غيرها مواليد 5/16 17 اب اغسطس بنتقل لبرج العذراء بالنسبه لبرج العذراء لانه القمر صديق لك اليوم لانه الشمس صديقه لك اليوم بعتبر نهار اليوم مفرح بعتبره نهار بيساعدك بيطمن لك بالك بيطمن لك خاطرك بيعطيك تقريبا حلول اللي انت بدك اياها بتوصل لنتيجه انت بدك اياها اذا عم تشتغل على مساله مفروض اليوم تنحل وبالتالي هيدا شيء ايجابي جدا لمولود برج العذراء وبعتبر هيدا نهار وبكره ايضا من الايام الاكثر حظا خاصه عند مواليد شهر اب ايضا 17 18 ايلول سبتمبر بنتقل لبرج الميزان بالنسبة لبرج الميزان نهار أقل تعبا من امبارح وأول امبارح لكن ما مش لازم نقعد ومكتفين ايدينا، هيدا نهار لازم نضلنا عم نشتغل فيه، لازم نحسن امورنا، هيدا شهر كثير مهم، هيدا شهر دسم وغني جدا حتى ولا الاجواء حسيتها شوي صعبه، وبالتالي طلعنا من عاصفه امبارح او امبارح مطلوب منك دغري توقف على وترجع تكمل، الاكثر حظا 8 9 اكتوبر. بنتقل لبرج العقرب، بالنسبة لبرج العقرب هيدا نهار بيستفزك لأنه يعني تحطك بالصورة وكأنه كل العالم شايفة كانك انت موجود باي محيط باي مجتمع وكل عالم شايفتك مبسوط ومرتاح ومكيف وشايف حالك وعندك انجازات وعملت انجازات بيجي هيدا النهار بيطلع شخص او بتطلع بيطلع ظرف معين بيقول لنمتحنه لنشوف عن جد اذا هو ابضاي هيدا النهار بيستفزك فحاول انه ما تنزع الصوره الجيده بل الممتازه اللي انت بتتمتع فيها الاكثر توتر مواليد اكتوبر الاوفر حظا 16 17 نوفمبر كمل مع برج القوس بالنسبه لبرج القوس يلي مر عليه يومين ايجابيين امبارح أو واول امبارح اليوم مولود برج القوس مطلوب منه انه يرجع يرجع نوعا ما يركز بقوه مش شوي بقوه على شغله مساله طبيه او استشفائيه معقولة تبين، مساله اداريه مهنيه او اي ورقه معامله معقول تبين، هذا النهار شوي مزعج لمولود بشر القوس لانه بحس حاله ماسور ماسور بمعامله او بقضيه ويمكن هو ما يكون قادر انه هو يحلها، وهذا الشيء بخليه يستعين بشخص بيعرف بهالمواضيع، الاكثر حظا بالرغم من هالشيء 2021 ديسمبر، بكمل مع برج الجدي. حلو هيدا النهار لمولود برج الجدي لانه بخلي مولود برج الجدي يتفوق نوعا ما يعرف يقطفها للفتره اللي هي فتره شهر تموز يوليو فتره معقوله توصلك لارتباط كونترا عاطفي غير عاطفي ما دخل اليوم هو الفسحة او الباب او النافذة اللي بتفتح قدامك لتستفيد منها فركز اليوم وبكره من افضل الايام بهيدا الشهر بتبقى المواليد الاوفر حظا 5 6 كانون الثاني يناير كمل مع برش الدلو مولود برش الدلو هيدا النهار نوعيته ما بدك تشوف حدا ما بدك تسمع صوت حدا ما بدك تسمع حدا عم يعطيك ملاحظة أو عم بيشور عليك هيدا النهار أنت مزعوج متضايق أو حدا عم بيزعجك وعم بيضايقك على الأرجح شخص قريب منك بالبيت أو بالمكتب وبالتالي ما بترد على ولا بتسكر البواب أه، تلفون سايلنت مختفي عن الأنظار أو مضطر تساعد حدا من افراد العائله أنه مريض او تعبان، نهار مزعج، منه نهار مريح فعمول حساباتك، بيضلوا شوي 4 5 شباط فبراير الاكثر حظا. كمل مع برج الحوت. بالنسبة لبش الحوت بعتبر هيدا نهار ايجابي، بعتبر هيدا نهار بيساعدك جدا، بعتبر هيدا نهار بيفتح قدامك مجالات كتير ايجابية كثير حلوة، مولود بش الحوت بتخليه انه يكون من اذكى الاخرين، الاخرين الباقيين يعني، من انشط الاخرين، بتتمتع بسرعة خاطر كثير قوية وكتير ذكية وبنصحك انه ما تخلي قضية بدك اياها تزبط وتتركها لحالها. قوي قلبك اليوم سمع صوتك اليوم بقوة 14-15 أدار مارس الأكثر حظا بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة بعتبرها إيجابية جدا هيدي سنة بتبين فيها بطلة مختلفة هيدي السنة أنت بتبين فيها أنك متفوق وقادر أنه أنت تدخل بمؤسسة أو بجمعية توصل صوتك وتتبنى قضيتك تموز يوليو نوفمبر مارس أدار أفضل أشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي